طيب، من اكتر الاسئله اللي بتسالها كتير جدا في المسجز اللي بتجيني على الانستغرام او على الفيسبوك او على اليوتيوب او على الايميل، رشا انا عايز اعرف الشخص اللي انا مرتبطه بيه بيحبني بجد ولا بيلعب بيا ولا بيتسلى بيا. هو بيحب البنات الحلوه وكان متعدد العلاقات ومش عارفه هو هيخطبني ولا لا وهيتجوزني ولا لا. ده سؤال بجد بيجيلي كتير جدا جدا، وبتسال بتسال فيه على الابراج، ودايما زي ما بقول ان انا بلاقي الفيديو ينفع ان هو يكون فيديو جنرال، يعني يبقى فيديو عام نتكلم فيه عن كل الابراج، فبحوله بدل ما نتكلم عن برج برج بكلمه فيه عن العلاقات. والفيديو ده حسيت ان احنا محتاجين ندردش مع بعض، لان هو حاجه جنرال، حاجه عامه، يعني ازاي تعرفي ان الراجل ده بيحبك بجد مش بيلعب بيك مش بيتسلى بيك. علامات كتير جدا جدا، بس لازم اول بوينت او اول نقطه ان انت تصدقي احساسك. احساسك هو اللي هيبقى صادق، اللي انت هتحسي بيه هو الحقيقه. لو حاسه انه بيشتغلك اذا فهو بيشتغلك، لو حاسه انه بيلعب بيك هو بيلعب بيك، حاسه انه بيستغلك يبقى هو بيستغلك، لو حاسه انه بيحبك بجد يبقى بيحبك بجد. شعورك يعني احساسك وشعورك هو مرايتك، اوكي؟ لان دايما احساسك هيطلع صادق بنسبه يعني هقول 90%. اكيد كلنا اتصدمنا في ناس كنا متاكدين انهم بيحبونا وبيموتوا فينا، وفي الاخر طلعوا بيلعبوا بينا وبيتسلوا بينا لوقت يعني مؤقت. فعشان كده يعني اول حاجه ثقي في احساسك. هو مش هيبقى، مش هقول بنسبه 100% بس 90%، بس اول شويه علامات بقى جنب احساسك كده تاخدي بالك منها. اول حاجه الراجل لما بيحب بيبقى بروتكتيف، بيحب يقدم الامان، بيقدم الحمايه من غير ما تطلبي. هو حاسس ان انتي مسؤوليه منه، حتى لو لسه ما اتخطبتوش او اتجوزتوش، يعني انتي هو لازم يكون عنصر الامان الموجود حواليكي. فهتلاقيه بيوفر لك الامان، الامان في العلاقه بتاعته معاكي، الامان ان هو بيخاف عليكي، مش عايز حد يلمسك، مش عايز حد يضايقك. هو هيبقى سوبر بروتكتيف معاكي. سوبر بروتكتيف يعني هو هيبقى بيحاول ان مفيش اي حاجه تضايقك، مش اي حاجه تيجي عليكي. هو عايز يتاكد ان انت في امان، حتى لو خرجتي يبقى عايز يتاكد ان انت روحتي، اطمن عليكي. هيبقى موضوع ان انت كويسه وفي امان دي حاجه مهمه جدا بتشغل تفكيره. ماشي. تاني حاجه الاهتمام. ما تشحتوش الاهتمام بالرجاله. لو الراجل مش مهتم بيكي اذا، بس ما يكونش بقى مشغول وسوبر بيزي، يعني مش مهتم بيكي لو انت عايزاه يكلمك 19 مره في اليوم، بعت لك 67 مسج في اليوم، لا ما بيهتمش بيكي. يعني هو ممكن يكون في عز وهو مشغول يفتح موبايله يعني في اقل من 20 ثانيه يقول لك وحشتيني مثلا، او بتعملي ايه، او انت فين، او الهانم فين دلوقتي، او روحتي ولا لسه، وبعد كده يقفل الموبايل ويبقى مشغول. ده نوع من انواع الاهتمام. اصل في بنات اوفر بصراحه، بيبقى اوفر دراماتيك، فانا ضد الموضوع ده. بس هو بيطمن عليكي، بيهتم بيكي، بيهتم بتفاصيلك. لو حكيتي له عن حاجه مثلا مضايقاكي تلاقيه بيتابع معاكي، حكيتيه عن موقف ضايق في الشغل تلاقيه ايه، طب عملتي ايه، طب بيفتكر تفاصيل تفاصيلك. اوكي، دي برده نقطه مهمه جدا، ان هو بيهتم بتفاصيلك وبيفتكرها. مش مثلا تحكي له موقف بعد تاني يوم يقول لك ايه ده، مش فاهم، مش فاكر، ولا كأنه كان مركز أصلا. ده بيشتغلك أوفيشال يعني. لا، فالراجل اللي بيحبك بجد هيهتم بتفاصيلك وهيهتم بكل حاجة في تفاصيل كل حاجة، اللي هو أنت بتحبي إيه، بتكرهي إيه، مين صحابك الأنتيم، صحابك الأنتيمز بيحبوا إيه. هو هيسمع قصصك التافهة وهو interested، يعني هيحب يسمعك سواء بتقولي حاجات حلوة ولطيفة وجميلة، أو أنت بتعيطي وعمالة بتستخدمي المناديل الورقية يعني وحزينة، هيسمعك في كل أحوالك، وهيبقى دايما عايز يكون جنبك. حتى لو هو مشغول هيبقى بيتقنص أي يقتنص إيه، مش اللغة العربية عندي ما عنديش فيها يا أم ارحميني، بيقتنص أي فرصة إن هو يكون حواليك، إن هو يشوفك. هيبقى دايما يشوفك على فكرة، يعني مثلا تلاقيه هو اللي عايز يشوفك، يقولك إيه ده، حتى لو أنتوا في بداية علاقتكم يقولك إيه ده، طب ما تيجي نشرب حاجة برا، طب ما تيجي نروح في كذا، طب إيه رأيك نعمل كذا. هيساعدك، هيساعدك في شغلك، هيساعدك في حياتك. يعني هو هيبقى عايز يساعدك عشان هو عايز يطور منك، عايزك تبقي احسن فيرجن من نفسك، عايزك تكوني كويسه. فمن غير ما تطلبي المساعده هو اصلا هيجي يساعدك ويقول لك طب ايه رايك في الفكره دي، طب بقول لك انت ممكن نعمل كذا كذا. وهتلاقيه دايما بنقول نه نه نه، عارفين نه يعني نروح نعمل، نتسوق، نسافر، هنسافر، هن 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 نون نون نون، عارفين انت عن عن عن، هو عنده مش تي تي، يعني مش هقولك تعملي، تروحي، تيجي، تسافري، تطوري، لا هنطور. تلاقيه دايما بيتكلم بلغة الجماعة.
حطك في مستقبله، يعني تلاقي فيه انت موجوده في البلانز بتاعت المستقبل، وحاطط الكونسيدريشنز بتاعتك، يعني عارف بتحبي ايه وبتكرهي ايه في مستقبله، فيوتشر بتاعه انت جزء منه، حتى لو انت ما طلبتيش كده هو هيبقى حاطك في دماغه، لان هو عايز يتجوزك، عايز يرتبط بيكي اوفيشلي. الراجل لما بيحب بيتجوز على فكره، يعني انا بيبقى عايز يكون معاكي. اوكي طيب، بيبقى دايما انت مالي عينه. مالي عينه ازاي؟ هو مش شايف غيرك، يعني انت الفتاه الوحيده في اللي في حياته، حتى لو حواليه اجمل منك بكتير جدا، اشك منك، إليجنت عنك، ستايلش عنك، هو مش شايف حد غيرك، مش حاسس حد غيرك، يعني مهما الناس دي قعدت تشقلب قدامه كده، هو انتي مغميه عينه خلاص. يو ار ذا وان، اي دونت كير اباوت اذرز. هو الناس التانيين هو مش شايفهم اصلا، مش هيشوفهم. هيبقى واثق، يعني هيبقى واثق فيكي، واثق في قدراتك، واثق في امكانياتك، وهيبقى مش عايز غيرك انتي، يعني هو مش عايز غيرك انتي، حتى لو اجمل جورجينا اللي انا بكرهها، جورجينا مش مراته، صاحبة كريستيانو رونالدو، معرفش خطبها ولا ايه، اشاعات يا جماعة، جت تحاول تغوي مش هيشوفها. تخيلوا جورجينا اصلا هي وحشة، وانا مقتنعة انها وحشة، كان بيقول انت بتغيري، ما بغيرش منها، انا بحب كريستيانو ده حب طاهر، وانا بحب جورجينا. يلا مش عايزين نجيب سيرة الناس. طيب بهزر يا جماعة، نرجع تاني عشان بصوا، اصل انا في ناس قاطرين فيديوهاتي، بيشوفوا الحته اللي بهزر منها يقطعوا يعملوا فيديوهات، يعني يقولوا شفتوا دول يوتيوبرز اللي انتوا بتحبوهم والانفلونسر، شكرا يا صلاح. طيب تلاقيه دايما بيتكلم عنك بتفاخر، دايما بيفتخر بيكي، دايما شايفك ناجحه، عايز يطلع احسن فيرجن من نفسك، بيفتخر بيكي قدام صحابه، بيفتخر بيكي قدام الناس، يعني شايفك حاجه كبيره، هو شايفك حاجه كبيره. هتلاقيه مش بيزهق منك دايما، مهما قعدتوا مع بعض ترغوا، مهما قعدتوا يعني مش بيزهق منك، هو ما بيشبعش منك، دايما عايز منك اكتر واكتر واكتر، هو مش بيزهق منك فعلا. طيب كمان هتلاقوه يعني وقت حزانك ووقت زعلك ووقت ما انت مش كويسة موجود، وقت فرحك موجود، يعني هو مش بيبقى موجود في الفرحة والهيصة بقى والحفلات والحاجات دي، وقت ما بتكوني متضايقة بتلاقيه أول واحد من غير ما تطلبي، مش هتشحتي منه هو يكون موجود، لا هو موجود من على طول، موجود على طول. هتلاقيه بيغير عليكي، بيخاف عليكي، يعني لو جبت سيرة أي رجل قدامه وحاسس إن هو ممكن تضيع منه، هو بيخير بيغير بجد، مش بيمثل ولا وبيتضايق، ممكن على فكره ما يكونش بقى بيبين الغيره دي، بس هو جواه بيغير. الحاجه الثانيه ان هو هيحطك بريوريتي عنده في حياته، يعني هيفضلك عن صحابه، هيفضلك عن خروجاته، هيفضلك عن يعني اكيد مش عن اهله يعني، ماشي، او عن شغله، يعني خد بالك ممكن تبقي مرتبه الثالثه الرابعه الخامسه، اما مش قبل شغله، بس عشان بيحب شغله اكتر مني، ما طبيعي يحب شغله اكتر منك. غير كده كمان هيبقى بيفتكرك في كل الاوقات، بيفتكرك في كل الاوقات، يعني تلاقي دايما ممكن يصحى الصبح يفتكر يقولك افتكرتك، بيشاركك حياته، يعني يقعد يصور لك وهو ماشي في المول يقولك بصي شفتي حصل ايه، انا في الشغل يصور لك، يقعد يصور لك يقولك بصي، هو عايز يشاركك في كل حتى لو انت مش موجوده، هو عايز يخليكي موجوده في الحدث، تلاقيه بيصور لك الاحداث بتحصل في حياته، يقولك ده انا عندي ميتنج والدنيا زحمه، واخد لك صوره كده لقيتها لك في الخباسه وبعتها لك على الواتساب، مسافر وفي مكان حلو في اوتيل حلو، يقولك الله شفت البول عامله كذا كذا، يعني هتلاقيه بيشاركك في حياته على فكره. هتلاقيه برضو، انت عارفين الراجل بجد اللي بحبيه، انت هتعرفيه على كل صحباتك، في راجل كده تحسين انت خايفه تعرفيها صاحبتك احسن يعجب بيها ويكراش عليها ويحبها، ده مش بيحبك، الراجل بيحبك انت عارفه ان انت لو عرفتيه انت بتثقي فيه، في ثقه كده سبحان الله، تلاقي ثقه الهيه، هو بيثق فيك وانت بتثق فيه، في ثقه متبادله، في امان، في ثقه، في حب كده. طيب الشخص ده بيحافظ عليكي، يعني مش هيبقى تاتشي معاكي بقى، مش هيبقى كل اجواءه بقى حاجات ساكتشولي وحاجات كده خالص، هو مش شايفك في الحته دي غير لما تبقي مراته، اما هو يعني بيعبر عن حبه بالافعال لا بالاقوال، يعني فرحتي ما يقدر يقولك بحبك 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 وفي الاخير افعال زيرو، انا ضد على فكره القول، انا كمان عذراء، فانا الاقوال دي يعني يا سلام كلامك هيخش من هنا حضرتك وهيخرج من هنا، انا اهم حاجه عندي فيرجنز الافعال الاكشنز التصرفات، اما كل الاقوال اللي هتتقال مش مهمه، اهم حاجه هي الافعال يا سيدتي انساتي يعني. طيب الراجل اللي بيحبك بجد
هيبقى بيدقق قوي في تفاصيلك في لبسك، يقول لك ما تلبسيش دي عشان ضيقه او مش حلوه، اما التاني مش هتلاقيه في دماغه حتى لو اوبن مايند ده على فكره، يفضل يقول لك ايه ده ده البتاع مكشوف، ايه ده لا ما تلبسيش كذا، ايه ده انت كده. يعني الراجل اللي بيحبك بجد لما بيتخانق معاكي مش هيبقى غلط، مش هيقول الكلام يوجعك، مش هيقول الكلام يزعلك، مش هيهون عليه زعلك. حطي 60 خط تحت مش هيهون عليه زعلك، لو عارف ان انتي زعلانه ممكن يبدا يتخلى عن، هيجي يعتذرلك، هيجي يصالحك، هيجي، مش هيهون عليه زعلك، مش هيوجعك في الزعل، مش هيوجعك في كلامه لما تتخانقوا، هيحترمك وقت خناقه لان هو بيحبك، عارف ان دي مثلا مشكله وهتعدي. الراجل اللي بيحبك بجد هيعاتبك، هيجي يقولك على فكره انت عملتي كذا وانا متضايق، ما تعمليش كده تاني، هيحذرك، مش هيمشي فجأة، لا هيديكي فرص، هيديكي فرص وبحب، مش هيفضل يذل فيكي، لا انا على فكره فاكره لما عملتي كذا وانا اديتك فرصه، لا هو اديكي فرصه عشان هو مش عايز يخسرك، هو مش عايز يسيبك، فهو بالتالي هيبقى بيديكي كل الاوبشنز اللي تساعدك ان انت تفهميه، هو عايزك تفهميه، عايزك تريحيه على فكره لانه مصلحته ان انت تفهميه وتريحيه، فبالتالي مش هيبقى بتلكك عشان يسيبك، مش اي مشكله يلا وعمل لك بلوك وفي 60,000 ده هي تاخدك، هو شخص راقي، يعني هقول عليه الرجل النبيل، اي حد حتى لقص واحد في الدنيا مع الست اللي هو بيحبها تلاقوه راجل نبيل بجد، نبيل يعني راقي، شخص راقي بيخاف عليكي، بيحبك، بيحترمك، حط 60 خط تحت بيحترمك، الراجل اللي بيحبك بجد هيحترمك سواء انتي موجودة او مش موجودة، هو هيحترمك في وجودك زي عدم وجودك وانتي مش معاه، هو هيحترمك لان هو انتي على طول الحاضر الغائب، بحب كلمة الحاضر الغائب دي قوي، يعني احلى شعور في الدنيا تحس ان في شخص حاضر وغائب في حياتك، يعني هو مش موجود هو موجود، دي انا بشوف ان دي اقصى اعظم واعلى درجات الحب بجد. الشخص اللي بيحبك بجد هيضحكك، هيبقى عايزك دايما تضحكي، هيبقى عايزك دايما مبسوطه، عايز يرسم الابتسامه، يعني اي حاجه ممكن تكون بتادي ان انت ما تبتسميش هيحاربها، هيفايت ويز ات عشان هو عايزك تضحكي، عايزك تبتسمي، عايزك تكوني سعيده، عايزك تكوني فرحانه، هيبقى بيحاول ان هو يشيل عنك مسؤوليات، يعني لو عندك مسؤوليات هو عايز يشيل عنك مسؤوليات عشان يخفف المسؤوليات عن دي عندك، يعني هو هتلاقيه عندك مشاوير، عندك حاجات هيحاول يعملها لك، هيبقى يعني عايز يعني يريحك، وعايز يريحك، راح مشوار بالليل يقول لك لا ما ترجعيش لوحدك، هاجي اخدك ارجعك، مثلا يقول لك مشوار ده لا في حته زحمه بلاش مش هتعرفي تروحي تركيني هناك ولا تعرفي تسوقي، انا هعمل لك المشوار ده، محتاجه ايه بالظبط، مش بيفكر فيكي، مش بيفكر فيكي بطريقه ماديه، او حتى يحس ان هو هيبقى معطاء معاكي، هيبقى جذر معاكي. انا بشوف ان دي حاجات اللي بتبين الراجل، ممكن حاجات كتير على فكره انا مش محضره الفيديو والله العظيم، بتكلم من ذهني كده او من خلال تجاربي، تجاربي برضو مهمه. فقولولي بقى انتوا بتحسوا ان الراجل بيحبكوا ازاي يا بنتي حلوه، لو في راجل بقى بيحب قصدي بيحبنا ايه، لو في راجل بيتفرج علينا دلوقتي يقول لنا بقى ايه، ايه الحاجات اللي بيعملها لما بيكون بيحب بجد، الراجل لما يحب بجد بيعمل ايه، ده السؤال جاوبه تحت، الراجل لما بيحب بجد بيعمل ايه. اعتقد ان بمهاراتي الشخصيه ما سبتش اي حاجه ما قلتهاش، انا دقيقه الملاحظه بما ان انا برج العذراء، thank you وبحبكم جدا جدا، ركزوا يا بنات في الحاجات اللي انا قلتها عشان هي مهمه قوي، big heart big love thank you please تابعوني على كل السوشيال ميديا بتاعتي، باي باي، اشوفكم في فيديو تاني، مع السلامه، وبعتولي اسئله تحبوا او مواضيع تحبوا نتكلم عنها كمان، حاجه حلوه قوي يعني.